كم لغة بحكي يعني؟ أكيد عربي، بعتقد بحكي عربي. عرب، فرنسي، أنجلي، إسبانيول شوي. بحكي إسبانيول كتير منيح، نسيت صراحة شوي، بس طبعاً بعدني بفهم يعني، عشان هيك غنيت. تبارك الله، رغم إنك ما كنت شاطرة بالمدرسة لكن شاطرة لغات. كتير إيه، بس بتعرفي ما كنت إنه ما كنت سيئة بالمدرسة، كنت يعني إلاف موين. نقلوك أربع مرات من وراء المشاغبة، مش من وراء لأني ماني شاطرة. يعني أهلك أربع مرات نقلوك من مدرسة إلى مدرسة. صح، كنت كتير تربولانت، ثورجية، أعمل مشاكل. كنت دائما في الفصل كنت تقودين الثورة ضد. صح صح، عطول ودائما مع المظلومين ومع التلاميذ الضعاف، حب أوقف حدهم وساعدهم. يعني كنت نقيبة رئيس هن على فكرة هن كانوا ينتخبوني التلاميذ. دائما التلاميذ كانوا كل سنة بتعرفي هن بينتخبوا الديليجي، فكانوا دائما يحطوني ديليجي بالصف، ممكن يحسوني هيك بحمل مسؤولية الصف. يعني تتصور انه بنتك تالا لو كانت تجي مشاغبه، ان شاء الله ربي يفضلها لك وان شاء الله ربي. بيني من هلا ما بخبرك، ماما بتقلي بوتيت كارول. لا لا، شخصيتها بوتيت كارول، يعني حاسه حالي بالبيت عندي ميروار. يعني تالا عمرها سنه ونص، بحس ميروار بالبيت، اوقات ما بعرف كيف بدي اتعامل معها، بحس عم بتعامل مع حالي. ما اخذتش من بوها؟ اخذت من ابوها شوي عينيا وحواجبها، عينيا وحواجبها تيبيك بيا، لكن الطبع كارول. طبع 100% كارول، يعني مين